تعالوا نعرف تفاصيل أكتر عن حب الناس للحيوانات من ضيفنا الدكتور أحمد شاهين خبير الأبراج والفلك عن حب الحيوانات وعلاقتها بالأبراج. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير عليكم وجميع السادة المشاهدين، أهلاكم جميل. يعني خلينا نسأل حضرتك، هل في أبراج بعينها بتحب الحيوانات وأبراج لأ؟ ده أكيد، لأن طبعا حضرتك عارفة إن الأبراج ليها أشكال معينة، تمام؟ أكثر الأبراج اللي هي بتبقى على أشكال حيوانات زي الحمل، زي الطور، زي السرطان، زي القوس، بتبقى أكثر الأبراج اللي محبة للحيوانات، لأن أساسا طبيعة الأبراج دي أشكالها في السماء بتبقى على أشكال حيوانات، فبالتالي اللي بيولد في صدر هذه الأبراج هي بتبقى أكثر الأبراج محبة للحيوانات، ولكن طبعا بنسب متفاوتة. ايه ده بس يا دكتور، يعني انا مش يعني انا برج العذراء، بس انا يعني روحي في الحيوانات. تمام. في فرق بين الاهتمام والحب والراحه. يعني حضرتك مثلا لو قلنا اكثر الابراج اللي هي على اشكال حيوانات بتحب الحيوانات، نلاقي الطور رقم واحد، تمام؟ واقلها الاسد، رغم ان الاسد على شكل الحيوانات الا ان مواليد الاسد اقل الابراج. اما ده حب، اما مواليد برج العذراء فهم اكثر الابراج المحبين والذين يحسون بالراحه والطمانينه في وجود حيوان اليف معهم. دايما مواليد برج العذراء 90% منهم عندهم كلب اليف، جو، قط الى اخره، بيحسوا بالراحه والطمانينه ليس لمجرد حب ولكن استئناس. لا ده حضرتك نشنت بقى، انت عارف منين؟ انا مربيه اصلي حيوانات في البيت قاعدين معايا حبايبي. جميل، انت حضرتك حتى بتشعري بالراحه والسعاده. طبعا لو اتألموا شويه، لو اتألموا، لو بعدوا عنك شويه مثلا عند الدكتور، لو راحوا هنا، لو اجوا هنا، انت بتحسي ان في فرام ثابته هذه الحيوانات. الناس للاسف بتستهون بوجود حيوانات موجوده في البيوت. انا بقول لهم في ظل طبعا في ناس كتير بيبقى كلنا بنعيش ضغوط عصيبه، كل الناس اللي بيخفف عننا هذه الاحداث او هذه الظروف الاليمه بيبقى وجود حيوان لطيف اليم انيس، مش هياخد منك حاجه، مش محتاج منك حاجه، تمام؟ لكن بيشعرك بالسعاده من خلال مثلا التنطيط حواليك، من خلال. انا عايز اقول والله اللي حضرتك بتقوله ده كلام علمي جدا، نفسيا علمي صحيح، مثبت علميا. يعني يمكن حتى في الاسلام الناس لما بتقول لك لا ما تربيش كلاب في البيت، يعني بيقول لك الا للضروره. طب ما هي دي ضروره، يعني انت لما تجيب كلب في البيت هو بيدي لك طاقه ايجابيه، بياخد الطاقه السلبيه من المكان، ما هو دي ضروره طبعا. تمام تمام، هم بيتكلموا عن الضروره اللي هي الحراسه، كلاب الحراسه، لكن انا بتكلم على جوه البيت وليس خارج البيت. ايوه طبعا. فطبعا ده مهم جدا جدا جدا، وانا من خلال برنامج بتاعكم الجميل انا بادعو الناس ان هم هذه الايام اللي تعيش فيها كل واحد ان ما كانش يقدر يشتري كلب فممكن يتبنى كلب او قط او بربراء او حوض سمك، تمام؟ يعني حوض فيه اسماك دينه، الكلام ده بيشعرك بالبهجه والسعاده. صح. وخاصه في نقطه معينه، خاصه مواليد برج العذراء، وانت داخله البيت كده بتحس ان هم بيتنططوا منتظرينك جاي عليهم، هتاكليهم، هتشربيهم، حاسين بسعاده. صح. ان صاحبهم داخل عليهم. ايوه. ده طبعا بالنسبه للابراج اللي هي المحبه للحيوانات. رقم واحد هنلاقي الحمل بيحبوا تربيه الحيوانات الاليفه الصغيره في السن مش الكبيره. الطور اكثر الابراج اللي بتحب هذه الحيوانات هي والعذراء. السرطان مواليد برج السرطان بيحكموا القمر فهو حساس شويه ومودي ومزاجي، فعلشان كده لهذه الحساسيه فهو للاسف بعض وليس اغلب مواليد برج السرطان ما بيثقوش في اللي حواليهم، تمام؟ عشان كده بنلاقيهم محتاجين حيوان اليف يستانسوا بيه ويبقى معاهم. لا ده احنا عندنا هنا واحد زميلنا سرطان ما بيحبش الحيوانات اصلا، غريب جدا يعني. ما بيحبش أي الجوزاء يا دكتور، يعني أنا بخاف من الحيوانات بصراحة. بس خليني أسأل حضرتك، يعني إحنا اتكلمنا عن الأبراج اللي بتحب الحيوانات وفي ألفة بينها وبين الحيوانات، تعالى نتكلم بقى دكتور عن الأبراج اللي يعني في بعض الناس بتخاف من الحيوانات، مش ناس دي أنا. يعني هل في بعض الأبراج مثلا في الكيمياء بتاعتها أو تركيبة شخصيتها يعني ما فيش ألفة بينها وبين الحيوانات ولا مالهاش علاقة؟ في الاسد، رغم انه على شكل يعني الاسد شكل حيوان في السماء، برج الاسد نفسه، الا ان برج الاسد من اكثر الابراج التي لا تالف الحيوانات، وما بيحبوش تربيه الحيوانات لصفاتهم وشخصيتهم المختلفه، تمام؟ هو دي طبيعتهم، هم بيحسوا بالكبرياء، فهم في حد ذاتهم بيحبوا التفاوض. يعني حتى مواليد برج الاسد
يعني ما بيحبش حد في القمه جنبه، لان هو موجه القياده والكبرياء وتفعيل الانجازات قائد، تمام؟ يعني حتى ما يكون كلب معاه مثلا في مناسبه، لا ما بيحبش الكلام ده. فالاسد اقل الابراج تمام حبا والفه للحيوانات. طب بما ان برج الحوت هو البرج الوحيد تقريبا الهضبه غنى له، يعني الحوت نظامه ايه مع الحيوانات؟ الحوت حساس وروحاني ومخلص ومتفاني ومضحي، بيحب الحيوانات بنسبه نقدر نقول 50 60%، لكن الحيوانات الرقيقه الضعيفه لروحانيه الحوت وحساسيته زي السرطان. ما بيحبش يمتلك مثلا اسد، ما بيحبش يمتلك كلب مفترس، ما بيحبش يمتلك مثلا يعني اشكال من انواع الحيوانات المفترسه، لكنه بيحب الحيوانات الرقيقه المظهر اللي بتحتاج لرعايه خاصه. علشان كده مواليد برج الحوت بيحبوا اقتناء القطط على الكلاب، بيفضلوا القطط على الكلاب. واحواض السمك الزين ايضا، عشان الحوت شكل السمكه الحوت. أيوه. بيفضلوا اضافه للقطط على الكلاب، بيحبوا السمك الزينه اللي بيعتبر اختيار مناسب ليهم. يعني كل برج ليه حاجه بتريحه، العذراء الحيوانات الاليفه بتريحها، البرج كذا بيناسبه كذا. الحوت انا بقول له المناسب ليه والمفضل حسب علم الابراج والفلك هو اسماك تربيه اسماك زينه. نشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح. وبرضو في الآخر الرسالة الأساسية الرحمة يا جماعة، يعني الرحمة الإنسانية دي عقيدة، والرحمة والله عبادة، يعني مش تخسر حاجة بلاش. يعني في كلب ماشي في الشارع سيبه في حاله، سيبه في حاله بالزبط. أنا ما بقولكش روح طبطب عليه بقى وأكله، سيبه في حاله، يعني حرام بجد. دي حقيقه يا مان، يعني حتى لو مش هقدم عطاء للحيوان ده بالزبط. ما اذيهوش بالظبط. يعني انا كنيهال انا بخاف من الحيوانات، ما تضحكوش عليا، بس انا لما بشوف كلب في الشارع قبل ما بجري لا بسيبه في حاله. بالظبط. لا لازم اجري عشان الحق نفسي.